هالاند يتفوق تهديفيا على 4 أندية منذ بداية الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي. يواصل النرويجي هالاند تحقيق الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يكتفي بذلك بل تفوق على السجل التهديفي على بعض الأندية. سجل هالاند خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام نوتنغهام فورست، وأصبح لديه في سجله التهديفي 44 هدف بالدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم الماضي، وبذلك تخطى إيرلينج هالاند السجل التهديفي لتشيلسي منذ موسم 2023-2024. سجل البلوز 43 هدف خلال الموسم الماضي والموسم الحالي حتى الآن. وتفوق النجم النرويجي على 3 أندية أخرى، وهم بورنموث الذي سجل 42 هدفا، وإيفرتون اللي سجل 36 هدف بالتساوي مع ويلفرهامبتون. الثلاث فرق دول سجلوا خلال موسم 2022-2023 والموسم الحالي 36 هدف فقط. بورنموث 42 هدف، وإيفرتون 36، وولفرهامبتون 36 هدف فقط خلال الموسم الماضي وحتى الآن في هذا الموسم. وبكده يكون إيرلينج هالاند النجم النرويجي متفوقا تهديفيا على 4 أندية إنجليزية منذ بداية الدوري الإنجليزي من الموسم الماضي وحتى الآن في الموسم الحالي. هالاند يتصدر جدول ترتيب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف بعد مرور 6 جولات فقط من بداية الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.